السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناة العزاء، نعتذر عن هذا الانقطاع لكن الظرف خارج عن إرادتنا، وهسه ردينا رجعنا وياكم وإن شاء الله نلتقي دائما على خير ومحبة. بخصوص موعد الإعلان عن قائمة منتخبنا الأولية لمواجهتي منتخبي الإمارات وسوريا سيكون يوم الأربعاء المقبل، تمنياتنا بالتوفيق لأسود الرافدين في هذه المباريات. الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يعلن عن تثبيت موعد مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب الإمارات التي ستنطلق في العاصمة بغداد يوم 24/3 وفي تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت بغداد. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة المصيرية مع منتخبنا الأولمبي المشارك في بطولة دبي الودية للمنتخبات الأولمبية، حيث تم الإعلان عن الملاعب وتوقيتات مباراة منتخبنا الأولمبي والتي سيواجه فيها منتخب فيتنام على ملعب العوير في تمام الساعة 7:00 مساء تاريخ 23/3، فيما سيواجه منتخب السعودية يوم 26/3 على نفس الملعب في تمام الساعة 3:00 عصرا. بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي في هذه البطولة. بخصوص لاعبين المحترفين الدوريات الأوروبية، مصادر تفيد بأن أندية السويد عندهم فقط هذا الأسبوع مباراة في كأس السويد، بعدها يتوقف كل شيء إلى بداية الشهر الرابع، وهاي فرصة كبيرة على اتحادنا أن يستغلها في إقناع الأندية بتفريغ لاعبين لمعسكر بغداد منذ يوم 10 في هذا الشهر. اللاعبين هم أحمد ياسين، أمير العماري، مهند جعاز، وسومر عبد الرزاق الماجد. شنو رأيكم بهذه الخطوة لو يتم عليها الاتحاد ويشتغل ويجيبهم حتى يخلق انسجام أكثر بين اللاعبين المحليين ولاعبين المحترفين؟ وفي تصريح للمدرب ثار جسام حيث قال: كنصيحة صادقة لمدرب منتخبنا عبد الغني الشهد، عليه أن يغلق أذنيه عن سماع تشويش ويجب أن يختار التشكيل الأفضل وفقا لقناعته الفنية بغض النظر عن كون اللاعب محلي أو مغترب. الأهم الدفع بأسماء جديرة باللعب بعيدا عن جميع المسميات الأخرى. أما بخصوص مشاركة لاعب رديف نادي مانشستر يونايتد زيدان أقبال في المباراة المقبلة أمام منتخب الإمارات والتي تقام يوم 24 هذا الشهر في العاصمة بغداد، أضاف أن اللاعب زيدان أقبال موهبة جيدة ومميزة، فهو يلعب في نادي مانشستر يونايتد لكنه ما زال يفتقد للخبرة كونه يتواجد مع فريق الشباب وليس الفريق الأول. لا أمل ازج به أساسيا في لقاء الإمارات لأنه لقاء حاسم ومهم وسلاح ذو حدين بوجه اللاعب. اشتغلت رحمة الله يا أخوان، عفوكم من هالتصريحات الرنانة اللي ما لها داعي. وأضاف بأن المواجهة المقبلة أمام منتخب الإمارات تحتاج إلى لاعبين قلوبهم ميتة. أي نعم، مثل من يعني برأيك؟ وعليه لا ينصح بالزج بزيدان أقبال أساسيا في هذه المباراة، احتفظ برأيك حفاظا عليه من عدم التوفيق، مشددا على أن منحه فرصة لاحقا حتى يكتسب الخبرة الدولية لأنه لاعب موهوب ويمثل مستقبل الكرة العراقية. أما عن لاعب أمير العماري فأنا أرغب بتواجد أمجد عطوان لأنه أنسب بكثير من أمير العماري مركز الارتكاز. أما بخصوص المهاجم علي الحمادي، هو مهاجم جيد لكن اللاعب أيمن حسين موجود، يعني وإذا كان موجود يعني ما هاي خلاص نختم عليه، والله ما أعرف. أما بخصوص الحضور الجماهيري لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير الإماراتي، حيث تقرر نسبة الحضور أن تكون 70% من الطاقة الاستيعابية لملعب المدينة في العاصمة بغداد، أي أنه سيتواجد 22,000 متفرج فقط في المباراة والتي ستقام في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت بغداد العاصمة.